سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، في كتاب مشكلات التفسير احنا أوشكنا بفضل الله سبحانه وتعالى على إنهائه، واليوم بنبدأ في معالم المنهج التفسيري عند أهل السنة. يعني نستطيع أن نعتبر أن الباب الأول والثاني هو النظرية وهو القواعد، الباب الثالث هذا نستطيع أن نقول هو التطبيق، كيف طبق أهل السنة هذه القواعد. فبناخد نموذج من تفاسير أهل السنة، وهو تفسير الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى، حتى نعرف كيف جاء تطبيق أهل السنة لهذه القواعد. فبنبدأ في هذا الباب بالحديث عن تاريخ علم التفسير أو واقع علم التفسير في عصر الإمام الماتريدي رحمه الله، حتى نعرف الواقع الذي كان يعالجه الإمام الماتريدي. وعلم التفسير يشبه علم الفتاوى، كلاهما يحتاج إلى معرفة بالواقع. فإذا كان المفتي يحتاج لمعرفة الواقع حتى تقع فتواه في محلها المناسب، فكذلك المفسر يحتاج أن يعرف واقعه حتى يظهر من القرآن أو حتى يستنبط من القرآن ما يعالج واقعه الذي يعيش فيه، باعتبار أن القرآن العظيم كتاب هداية، وهداية القرآن لا تنقطع في أي عصر من العصور. فواجب المفسر أو المشتغل بعلم التفسير هو أن يظهر للناس هداية القرآن، بحيث يوقن الناس بمعنى قوله تعالى هدى للمتقين. لذلك يحتاج كل عصر إلى تفسير، فعلم التفسير علم لم يحترق، كل عصر من عصور الأمة يحتاج إلى تفسير يعالج مشكلات هذا العصر. بما إننا سنأخذ الإمام الماتريدي نموذجا، فنحن سنقف على واقع علم التفسير في عصر الإمام الماتريدي، النشاط التفسيري في عصر الإمام الماتريدي، لنعرف بعد ذلك السر في سلوك الإمام الماتريدي أسلوبا معينا في تفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث، معالم المنهج التفسيري عند أهل السنة الإمام الماتريدي نموذجا. إطلالة تاريخية على علم التفسير في عصر الماتريدي. يتوقع منك عزيزي الدارس تحقيق الأهداف التالية:
أن تفرق بين الجبهات الداخلية والخارجية التي تفاعل معها الماتريدي. ثانيا، أن تعدد أهم كتب التفسير عند المعتزلة. ثالثا، أن تعدد أهم كتب التفسير عند أهل السنة. الإمام الماتريدي قد تأثر ولا ريب بذلك المعين البعيد الذي استقى منه آراءه وسار على نهجه في الجمع بين العقل والنص من مدارس أهل الرأي، والتي تمثلت أفضل ما يكون لدى الإمام الأعظم وتلامذته. لكن هذا تأثر تاريخي عام إن صح التعبير، ولا أتحدث عنه هنا، بل طيب، سأفرد. إذن الإمام الماتريدي رحمه الله هو ثمرة لتاريخ وثمرة لجغرافيا، ثمرة لتاريخ علمي. هذا التاريخ العلمي تمثل في المدرسة التي نشأ فيها الإمام الماتريدي، وهي مدرسة أهل الرأي. وأنا عندما أقول مدارس أهل الرأي هنا، نعم، لأن أهل الرأي في الحقيقة ليسوا مدرسة واحدة وليسوا اتجاها واحدا، بل أهل الرأي بالمعنى العام هم كل علماء الإسلام، لأنه ما من عالم من علماء الإسلام إلا وأراد الجمع بين العقل والنص، إلا وأعمل القياس، إلا وأعمل عقله في فهم النصوص. فأهل الرأي هم كل علماء الإسلام، لكن أفضل من استخدم العقل ومهر في القياس هم الحنفية، الإمام أبو حنيفة وتلامذته. فلذلك سموا بأهل الرأي، لا لأنهم تفردوا باستخدام العقل، بل لأنهم كانوا الأمهر في استخدام العقل والقياس في فهم المسائل. فلذلك قلنا مدارس أهل الرأي التي تمثلت أفضل ما يكون. ما المراد بمدارس أهل الرأي؟ المراد كل علماء الإسلام. فالإمام الماتريدي الآن هو ثمرة لهذا الجهد العظيم الذي بذلته هذه المدرسة، مدرسة أهل الرأي، المدرسة الحنفية على وجه التحديد. وهو لا شك تعلم على يد شيوخ هذه المدرسة، وإذا تعلم على شيوخ هذه المدرسة فإن تفسيره سيكون فرعا، سيكون ثمرة لما تعلمه في هذه المدرسة. فإذا الإمام الماتريدي كيف تشكل عقله؟ تشكل عقله من خلال التاريخ العلمي الذي تحديدا كان لدى مدرسة الرأي. وهذا نحن تحدثنا عنه مع حضراتكم قبل ذلك، عندما تحدثنا عن جذور منهج الإمام الماتريدي في مقدمة شرحنا للعقيدة الطحاوية. طيب، إذن هذا تأثر تاريخي. هناك أيضا تأثر جغرافي إذا صح التعبير، يعني هناك واقع معين عاش فيه الإمام الماتريدي. هذا الواقع المعين
تفاعل معه الإمام الماتريدي. هذا الواقع المعين شهد أديان وفرق ومذاهب وآراء واختلافات عقدية وفقهية وسلوكية واجتماعية، تفاعل معها الإمام الماتريدي ولا شك. فمن خلال هذين الأثرين، الأثر التاريخي والأثر الجغرافي، ظهر لنا هذا التفسير على هذا النحو الذي رأيناه. فتفسير الماتريدي تأويلات أهل السنة أو تأويلات القرآن هو ثمرة لهذا التفاعل. لكن هذا تأثر تاريخي عام إن صح التعبير، ولا أتحدث عنه هنا، بل سأفرد للحديث عنه مبحثا مستقلا إن شاء الله تعالى. إن اجتهاد الإمام الماتريدي لجغرافيا عصره إنما هي تنزيل لأحكام ما تعلمه من تاريخ أسلافه الأحناف ومن سار على نهجهم. ولكل جغرافيا أحكامها، ولكل جيل اختياراته وطريقته التي تخرج عنه عن الإطار العام التاريخي الموروث من تلك المدرسة. التي لا تخرج. إن من يطالع أحوال عصر الماتريدي سواء في الدولة العباسية أو الولاية التي عاش في ظلها في الدولة السمانية وبلاد ما وراء النهر خاصة، سيلمح ولا بد أجواء النقاش العلمي والسجال الكلامي والاختلاف الفقهي والانفتاح المعرفي على أصحاب الديانات والفلسفات. لا يخفى على حضراتكم أن الدولة السامانية التي حكمت بخارى وسمرقند وما حولهما في عصر الإمام الماتريدي كانت ولاية، لم تكن دولة مستقلة، بل كانت ولاية تابعة لدولة الإسلام الكبرى اللي اسمها الدولة العباسية، لكنها كانت ولاية شبه مستقلة، بمعنى والولايات في هذا العصر كلها كانت كذلك. يعني عندنا الدولة العباسية، هذه أشبه بالولايات المتحدة الآن. الولايات المتحدة الأمريكية الآن عبارة عن 51 ولاية مثلا، كل ولاية من هذه الولايات لها حاكم ولها قانون ولها ظروف اقتصادية ولها ميزانية ولها كذا ولها كذا، لكن الكل في الآخر بيخضع لقانون فيدرالي واحد. الكل في الآخر بيساهم في الميزانية العامة للدولة. فالدولة السامانية كانت جزء من دولة الإسلام التي كان يحكمها في هذا الوقت الأسرة العباسية. في العصر العباسي الثاني، لأن العصور العباسية بيقسمها علماء التاريخ إلى 3 عصور: العصر العباسي الأول، العصر العباسي الثاني، العصر العباسي الثالث. وكل عصر من هذه العصور له ميزات وله خصائص تاريخية وعلمية. العصور العباسية هذه جاءت بعد العصر الأموي، والعصر الأموي جاء بعد العصر الراشدي. فالفترة التي عاش فيها الإمام الماتريدي كانت الدولة العباسية في عصرها الثاني. هذا العصر الثاني له خصائص معينة. في هذا العصر العباسي الثاني كانت الدولة اتسعت اتساعا شديدا، دخل الإسلام قوميات
وأعراق وديانات مختلفة، وكان في بلاد ما وراء النهر خاصة ما زال عباد النار القائلين بإلهين البوذيين، الزنادقة، الملاحدة، كل هذا كان ما زال موجودا. إنه كما تعلمون المسلمين إذا دخلوا بلدا لا يجبرون أحدا على الدخول في الإسلام، بل يتركون الناس وما يعتقدون ثم يدعونهم إلى الإسلام، ومع الوقت يقتنعون إن شاء الله. فالإمام الماتريدي عاش في الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني. في هذا العصر العباسي الثاني كان هناك سجال علمي وثقافي كبير جدا، كانت العلوم الإسلامية في هذه الفترة نضجت نضجا كبيرا، وظهرت المذاهب والفرق الكلامية والفقهية، وكان من الطبيعي أن يحصل النقاش العلمي، حتى إنه كانت المجالس، مجالس الخلفاء، مجالس السمر في المساء بعد صلاة العشاء، يجلسون لمشاهدة المناظرات الفقهية، يعني كانت هذه هي مجالسهم. المآتم كانت إذا مات بعض الناس كيف يقضون وقت التعزية، كانوا يعني يشهدون النقاش العلمي بين العلماء. فلذلك كان العوام يتعلمون من أهل العلم. فإذا كان هناك اختلاف، ومع هذا الاختلاف كان هناك سجال ونقاش علمي مؤدب محترم. من خلال هذا النقاش والسجال العلمي كانت تصحح الآراء، وكانت تهذب الأفكار، وكان ممن شاركوا في هذا النقاش والسجال العلمي الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وظهر ذلك في تفسيره. نعم. وإن السير على منهج إيراد التأويلات أو الاحتمالات في معنى النص لهو من آثار هذا السجال وذلك التفاعل لا ريب، حيث لاحظت أن علماء العصر كانوا مشغولين بالدفاع عن القرآن في جبهتين: الجبهة الداخلية حيث قضايا مفهوم النص والانشغال بالإجابة عن سؤال أي معاني القرآن أوفق وأهدى، أو أي معانيه أقرب إلى المنقول والمعقول معا، وقبل ذلك ما هي قواعد فهم النصوص وكيفية الاستدلال بها في خضم الخلاف الفقهي في الذي ضم في خضم الخلاف الفقهي الذي كانت تموج به منطقة ما وراء النهر في جانب الفروع، أو ما كانت تموج به المنطقة من مذاهب ونحل إسلامية في جانب الأصول، لا سيما إذا علمنا أن الكثيرين قد حاولوا جعل نصوص القرآن تنطق بآرائهم ومذاهبهم استغلالا لنصوص القرآن وتوظيفا لها في تثبيت ما اعتقدوه من معان أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. إذن عندنا واقع، هذا الواقع فيه فرق، كل فرقة تحاول أن تستدل بالقرآن على عقائدها وآرائها. فعلماء الإسلام من أهل السنة لما رأوا هذه الحالة قالوا لا بد من وجود قواعد لفهم النصوص، هذه القواعد تجمع بين العقل والنقل. وهذه القواعد كانت ظهرت قبل ذلك في علم الأصول، لكن تطبيق هذه القواعد على القرآن بخاصة احتاج إلى مجهود إضافي لإيراد المعاني القرآنية التي تحتمل الصحة
والمعاني القرآنية التي هي خارجة عن هذه القواعد فلا تحتمل الصحة بأي وجه من الوجوه. لذلك جاءت طريقة الماتريدي عليه رحمة الله هي طريقة إيراد التأويلات، وسمى تفسيره تأويلات. ما معنى كلمة تأويلات عند الماتريدي؟ كلمة تأويلات يعني الاحتمالات الممكنة الصحيحة في معنى النص. لذلك ستجدون إذا قرأتم في تفسير الماتريدي ستجدون أنه قلما يرجح، فهو يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويجوز كذا ويجوز كذا والأشبه كذا أو الأوجه كذا، هذا ترجيح. وهناك فرق بين الترجيح والرد، فالترجيح لا يعني رد الأقوال ولكن يعني أن بعضها أقوى من بعض. أما الرد فقد جاء أيضا في تفسير الماتريدي، جاء الرد على المعتزلة والمشبهة والمرجئة والزنادقة والفلاسفة وغيرهم. فالإمام الماتريدي رحمه الله جاء تفسيره على منهج إيراد الاحتمالات، يعني المعاني الممكنة التي يصح أن يحمل القرآن عليها. طيب، علماء الإسلام في هذه الفترة احنا قلنا كانوا مشغولين بالدفاع عن القرآن في جبهتين، جبهة داخلية وجبهة خارجية. الجبهة الداخلية كانت مع المنتسبين للإسلام، كانت مع من؟ مع المنتسبين للإسلام المعتزلة، استدلوا بالقرآن. المشبهة استدلوا بالقرآن والسنة. المرجئة استدلوا بالقرآن. سائر الفرق الإسلامية كانت تستدل بالقرآن. فهذه جبهة حارب فيها الإمام الماتريدي، وكانت وظيفته بيان أن هذه التأويلات التي ذهب إليها هؤلاء غير صحيحة. نعم، عندنا بعد ذلك الجبهة الخارجية. الجبهة الخارجية كانت مع غير المنتسبين للإسلام الذين أرادوا أن يظهروا القرآن في مظهر المتناقض أو في مظهر المخالف للعقل والمنطق. حارب الإمام الماتريدي أيضا في هذه الجبهة، وكانت مهمته ووظيفته هي أن يظهر لهؤلاء عدم تناقض القرآن ومعقولية آيات القرآن. فجاء الرد على الباطنية، وجاء الرد على الفلاسفة، وجاء الرد على الزنادقة والملاحدة، وجاء الرد على أصحاب الديانات الأخرى. إذن جبهتين، جبهة مع المبتدعة من أهل الإسلام، وجبهة مع أهل الأديان الأخرى. نعم، تفضل. ومما يدل على وجود هاجس البحث عن التأويل الأوفق والأهدى في هذا العصر المائج بالملل والنحل ما حكاه أبو المعين النسفي عن شيخ الماتريدي أبو نصر العياضي حين يقول: وحكى عن الشيخ أبي القاسم الحكيم السمرقندي رحمه الله أنه قال: ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحد من أهل البدع والأهواء وأولي الجدل والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج بها لمذهبه إلا تلقاه مبتدها بما يفحمه ويقطعه. طيب، إذن الحكيم السمرقندي هنا بيحكي لنا وبيقول إنه كان من خصائص أبو نصر العياضي شيخه من شيوخ الماتريدي إنه كان بيأتيه أهل البدع والأهواء. ماذا كان يفعل أهل البدع والأهواء؟ كانوا يستدلون بآيات القرآن. فكان أبو نصر العياضي يبين له أن هذه الآية ترد على مذهبه لا تؤيد مذهبه. نعم.
وقد نشطت الفرق المختلفة التي خرجت عن جمهور الأمة في القرنين الثالث والرابع، لا سيما المعتزلة منهم في تفسير القرآن، وكان المعتزلة قد عانوا في المقام الأول قد بتفسير عونوا الآيات، قد عونوا قد عونوا في المقام الأول بتفسير الآيات المتشابهة بخاصة، حتى أفردوها بالتصنيف وقدموا القول في تأويلها على القول في سائر آيات الكتاب الكريم. إذا كيف بدأ التصنيف في علم التفسير عند المعتزلة؟ بدأ أولا بتفسير الآيات التي فيها خلاف، الآيات المتشابهة، الآيات التي فيها إشكاليات، فلم يفسر القرآن من أوله إلى آخره، بل اعتنوا بالتفسير فقط للآيات التي فيها خلاف. نعم. وذلك ما ذهبوا إليه عن طريق تأويل آيات القرآن، وللرد على مخالفيهم أو لإثبات مذاهبهم ورد شبهات خصومهم من خلال القرآن الكريم، في خضم ذلك الصراع الفكري بينهم وبين غيرهم من المسلمين وغيرهم. فمحمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي البصري المعروف بقطرب يؤلف كتاب الرد على الملحدين في متشابه القرآن، وكان قد أخذ النحو عن سيبويه، وأخذ عن النظام عن النظام. عن النظام رأي المعتزلة. محمد بن المستنير معتزلي، مشتغل بعلم النحو. من كتبه كتاب الرد على الملحدين في متشابه القرآن. إذن بدأ تصنيف المعتزلة في ماذا؟ في الآيات التي فيها كلام، الآيات التي يختلف الناس في فهم معناها. نعم، فكان قد أخذ عن نحو عن سيبويه، فهو من تلامذة سيبويه، وقطرب معروف. يعني أنتم في علم النحو تقرؤون اسمه كثيرا، يرد في كتب علم النحو، قال قطرب كذا، فهو عالم نحوي مهم، لكنه في الوقت نفسه كان معتزليا، حيث كان قد أخذ رأي المعتزلة من النظام، والنظام من شيوخ المعتزلة كما سيأتي. طيب، وكتابه يعد كتابه هذا يعد أقدم مؤلف اعتزالي في تفسير المتشابه، وفعل مثله بشر بن المعتمر رئيس معتزلة بغداد، المتوفى في حدود سنة 210 من الهجري، ومحمود بن حسن الوراق، والذي توفي في حدود سنة 230 من الهجرة، وأبو الهذيل العلاف، رأس الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة، المتوفى سنة 235، وجعفر بن حرب، المتوفى سنة 236 من الهجرة، كما أفرده بالتصنيف فيما بعد أبو علي الجبائي. ومع ذلك فإن متأخري المعتزلة من طبقة أبي الهذيل العلاف لم يلبثوا أن أقدموا على وضع المصنفات المطولة في تفسير القرآن، كما فعل أبو طيب، بكر الأصم. إذن إحنا عندنا طريقة عند المعتزلة في التفسير، وهي تفسير الآيات المشكلة. بدأت هذه الطريقة بمن؟ بقطرب. من هو قطرب؟ هو محمد بن المستنير اللغوي المعروف، الذي كان في على مذهب المعتزلة أخذا عن النظام.
وكتابه هذا هو أقدم كتاب في تفسير متشابهات القرآن، فعل مثله عدد من شيوخ الاعتزال. وكل هذه الأسماء التي قرأناها تجدون ترجمتها في طبقات المعتزلة، تجدون ترجمتها فين يا أخوانا؟ من يريد التوسع في معرفة هذه الأعلام والقراءة عنها فليرجع إلى كتب طبقات المعتزلة. إن شاء الله أرسل إليكم على المجموعة أهم كتاب في طبقات المعتزلة اليوم بإذن الله، لابن المرتضى، بحيث تطلعون على أهم أعلام الاعتزال على مدار التاريخ الإسلامي. فعندنا بشر ابن المعتمر، عندنا الوراق، عندنا العلاف، عندنا جعفر بن حرب، أبو علي الجبائي، كلها أسماء، كل هذه أسماء أنتم يعني ربما سمعتم عنها أو ربما مرت عليكم. كل هؤلاء ألفوا في متشابه القرآن. عندك مثلا أبو علي الجبائي له كتاب في متشابهات القرآن، حققه، كتاب كبير مجلدين، حققه شيخنا الدكتور عدنان زرزور حفظه الله، والكتاب مطبوع وموجود ومتداول، كتاب في متشابهات القرآن، فقط يفسر الآيات التي فيها السجال العلمي. طيب، فإن متأخري المعتزلة من طبقة أبي الهذيل الأعلاف لم يلبثوا أن أقدموا على وضع المصنفات المطولة في تفسير القرآن، كما فعل أبو بكر الأصم وموسى الأسواري وعمرو بن فايت. ويؤكد هذا المعنى الذي نقوله من أن الصراع على المعنى كان حاضرا في تلك الفترة ما حكاه الصفدي عن أحمد بن سهل أبو ذئب صفدي الصفدي صفدي ما حكاه الصفدي عن أحمد بن سهل أبو زيد البلخي قوله: كان للحسين ابن علي المروزي وأخيه سعلوك صلات يجريانها علي دائما، فلما صنفت كتابي في البحث عن التأويلات قطعها عني، وكان لأبي علي محمد بن أحمد بن جيهان من خرخان الجيهاني وزير نصر بن أحمد الساماني جوار 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 يدرها علي. يعني كان يعطيه راتب، كان يعطيه ماذا؟ راتبا. أحمد بن سهل البلخي هذا رجل من أذكياء العالم، رجل كان آية وكان أعجوبة من الأعاجيب، وكان من القلائل الذين قيل فيهم في هذا العصر جمعوا بين الحكمة والشريعة، أو جمعوا بين علوم المعقول وعلوم المنقول. هذا الرجل لم يكن قرمطيا ولم يكن ثانويا، بل كان مخالفا لهم في هذا. فنصر بن أحمد الساماني ووزيره كان كلاهما على غير منهج أهل السنة والجماعة. كان الحسين هذا قرمطيا، يعني كان من الشيعة الباطنية، والباطنية كما تعلمون ليسوا من أهل الإسلام، لأنهم يؤولون آيات القرآن تأويلات تتفق مع آرائهم وأهوائهم، ويعتبرون أن باطن القرآن
هو المراد أن ظاهر القرآن غير مراد، فالقرآن عندهم ظاهر وباطن، وظاهر القرآن غير مراد، بل القرآن باطن هو المراد. طيب من أين نحصل هذا الباطن؟ من الإمام المعصوم، من إمامهم المعصوم. ولهم تأويلات عجيبة تخرج بهم عن أن يكونوا من المسلمين أصلا، فأول الجنة وأول النار وأول الصراط وأول الميزان وأول كل شيء، يعني كل شيء عندهم أولوه. فالجماعة الباطنية هؤلاء على طرف نقيض مع المشبهة والمجسمة والظاهرية. فهؤلاء القرامطة والباطنية أول كل شيء، والجماعة الظاهرية والمشبهة والمجسمة رفضوا تأويل كل شيء، ويبدو إنه أحدهما كان رد فعل على الآخر. يبدو إنه المذهب الظاهري ومذاهب المجسمة والمشبهة كانت رد فعل على هذه التأويلات المنحرفة. مذهب أهل السنة هو مذهب وسط. مذهب أهل السنة هو التأويل حيث يلزم التأويل. مذهب أهل السنة هو الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره. مذهب أهل السنة هو إنه لا تأويل إلا بدليل. فجاء مذهب أهل السنة مذهبا وسطا في هذه المسألة. المهم، هذه الحكاية بتؤكد المعنى الذي نقول إنه هناك صراع على المعنى القرآني. هذا المعنى القرآني، هذا الصراع تجلى في إنه كان عندنا أحمد بن سهل، هذا كان بيأخذ راتب من الدولة، وبعدين لما ألف كتاب ليس على هوى حكام هذه الدولة قطعوا عنه راتبه. نعم، تفضل يا شيخ. فلما صنفت كتاب القرابين والذبائح حرمانيها، قال: فكان الحسين قرمطيا. ايش معنى القرابين والذبائح بقى؟ لماذا القرابين والذبائح؟ لأن الجماعة دول كانوا يحرمون الذبائح، كانوا يعتبرون أن ذبح الحيوان اعتداء وقلة رحمة. نعم، فكان الحسين قرمطيا، وكان الجيهان ثانويا، وكان الجيهاني هذا وزيرا في عهد نصر بن أحمد الذي تولى الملك وعمره 8 سنوات، فضبط ملكه الجيهاني ملكه وكانت ملكه. فضبط ملكه، كان هو رئيس الدولة السامانية، وكان كما تعلمون كان الحكم وراثي. فجاء نصر بن أحمد، هذا عيل صغير، طفل صغير 8 سنوات، صار هو حاكم الدولة السامانية لمجرد إنه أبوه كان الحاكم قبله. طيب مين اللي كان ممشي أمور الدولة؟ الجيهاني. والجيهاني هذا كان مسلم لكنه كان إسماعيلي، فلذلك يقال إن نصر بن أحمد هذا صار إسماعيليا أيضا. يعني نصر بن أحمد هذا أيضا يذكر أنه اعتنق المذهب الإسماعيلي القرامطي الشيعي هذا في هذه الفترة. لذلك عندما تقرأون في سيرة الإمام الماتريدي إنه كان له مواقف صدامية مع حكام عصره، فالراجح أن يكون حكام عصره هو مع هذا الرجل نصر بن أحمد هذا. فكان الإمام الماتريدي يرفض مثلا أن يأخذ منه المال، وكان يقول وكان يحكم بكفره. لماذا؟ لأنه هذا الرجل كان إسماعيليا. وفي مؤرخ إسماعيلي معاصر اسمه نصر عارف ذكر هذا، ذكر إنه نصر بن أحمد هذا اعتنق المذهب الإسماعيلي. نعم،
لكن الأمر كما تعلمون، يعني ربما يكون الحاكم إسماعيلي لكن الشعب سني، يعني ليس شرطا إن احنا نقول والله نصر بن أحمد هذا كان إسماعيليا شيعيا قرمطيا، فمعنى ذلك إن منطقة ما وراء النهر في هذه الفترة كان أهلها من الشيعة القرامطة. لا يلزم، لا يلزم أن يكون الحاكم على مذهب، أن يكون الشعب على نفس المذهب. عندنا في مصر الفاطميون حكموا مصر قرابة 300 سنة، ومع ذلك الشعب كان سني، هم شيعة مع نفسهم، باطنية أيضا كانوا، إسماعيلية أيضا، والشعب ما كان له علاقة بهم أصلا. وهذا مشاهد، يعني ربما يتولى الحكم في دولة من الدول الإسلامية إنسان ملحد، الشعب بيصبر ويسكت ويعلم أولاده الدين لحد ما يروح في أي حتة. فهذا مشاهد. القصد أنه لا يلزم من أن يكون الحاكم إسماعيليا أن يكون الشعب كذلك. فلذلك علماء سمرقند وعلماء بخارى كان لهم مواقف مع هذا الرجل بالذات اللي هو نصر بن أحمد هذا، إنه كان نشاز في الأسرة السامانية. الأسرة السامانية نصرت مذهب أهل السنة، الأسرة السامانية كرمت علماء أهل السنة، حتى جاء نصر هذا وخالف نهج آبائه. نعم. وضبط ملكه الجيهاني، وكانت فترة حكمه طويلة، ويقال إنه اعتنق المذهب الإسماعيلي حتى نزل عن الملك لابنه نوح بن نصر الذي حارب نزل القرامطة. عن الحكم لابنه بضغط العلماء، لما تأكد العلماء من أنه إسماعيلي الهوى، العلماء ساعتها يا أخواننا كانوا هم أهل الحل والعقد، يعني الحاكم كان كأنه موظف عند العلماء، مش العكس، مش العلماء هم اللي موظفين عند الحاكم، لا، الحاكم هذا الذي يجلسه على كرسيه والذي يقيمه من كرسيه العلماء. فلما تأكد العلماء من ميول هذا الرجل المنحرفة قالوا له لا، اترك الحكم لابنك، اترك الحكم لحد من الأسرة، الشعب لا يرغب في حكمك. فنزل عن الحكم لابنه، ابنه ماذا فعل؟ حارب هذه المذاهب الباطلة. نعم. حارب القرامطة وأشياعهم، وهو ممن عاصرهم الماتريدي من أمراء السامانيين. وكتاب البحث عن التأويلات قال فيه الفقيه أبو بكر النيسابوري: ما صنف في الإسلام كتاب البحث عن التأويلات اللي هو احنا تحدثنا عنه قبل قليل، اللي هو ألفه أحمد بن سهل أبو زيد البلخي. طيب، قال فيه الفقيه أبو بكر النيسابوري: ما صنف في الإسلام كتاب أنفع للمسلمين من كتاب البحث عن التأويلات صنفه أبو زيد البلخي. وكان البلخي يتنزه عما يقال في القرآن من تأويل بعيد. شوف بقى، هذه العبارة، هذه الفقرة للأسف الكتاب غير موجود، كتاب البحث عن التأويلات هذا غير موجود، ضاع مما ضاع من تراثنا للأسف الشديد. لكن هذه الفقرة التي نقلها العلماء تشير إلى منهج هذا الرجل في كتابه. فيقول كان البلخي يتنزه عما يقال في القرآن من تأويل بعيد، يعني كان في تأويل لكنه التأويل القريب، التأويل الذي هو على طريقة أهل السنة، ولا يقول إلا بالظاهر المستفيض من التفسير والتأويل، يعني زي أهل السنة. وقد بين ذلك في كتابه المسمى نظم القرآن. يبقى هذا خط عريض، أو هذه خطوط عريضة تبين لك
أفكار أبو زيد البلخي، هذه الأفكار التي جعلت الدولة في هذا الوقت تمنع عنه الرواتب، لأنه نصر طريقة معينة في فهم القرآن خالفت ما كان يريده القرامطة، ما كان يريده الإسماعيلية. يتنزه عما يقال في القرآن من تأويل بعيد، ولا يقول إلا بالظاهر المستفيض من التفسير والتأويل، وقد بين ذلك في كتابه المسمى نظم القرآن، وهو من مصادر الماتريدي في تفسيره. نعم، ذكره الماتريدي في أكثر من موطن أبو زيد البلخي، وكان ينقل عنه. طيب، ويؤكد هذا المعنى أيضا ما ذكره الإمام الأشعري عن الجباء، فيقول: ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل، وعلى لغة أهل قريته المعروف بجبا بين البصرة والأهواز، وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وما روي في كتابه حرفا واحدا وما عن روى وما وما روى روى في كتابه حرفا واحدا عن أحد من المفسرين، وإنما اعتمد ما وسوس به صدره وشيطانه. أبو علي الجبائي، هذا الرجل من رؤوس المعتزلة أيضا، أول القرآن ليوافق مذهبه، وهذه الموافقة جعلته يخالف لسان العرب في تفسير القرآن. الإمام الأشعري رحمه الله ماذا فعل؟ ألف في نقض تفسيره تفسيرا اسمه الخازن أو المختزن، وللأسف أيضا هذا التفسير لم يصل إلينا. إذن الأجواء العلمية كانت متشابهة، فعندك في المنطقة التي عاش فيها الإمام الماتريدي رحمه الله صراع فكري وثقافي، وكل نحلة وكل فرقة تحاول أن تلتحف بآيات القرآن. في بغداد حيث عاش الإمام الأشعري أيضا المعتزلة يحاولون الالتحاف بآيات القرآن كذلك، فتصدى للمبتدعة في ما وراء النهر الإمام الماتريدي وشيوخه وتلامذته، وتصدى لأهل البدع في بغداد الإمام الأشعري وشيوخه وتلامذته كذلك. وكما وضع الإمام أبو منصور الماتريدي تفسيرا هو تأويلات القرآن وصل إلينا والحمد لله، وضع الإمام الأشعري تفسيرا هو المختزن أو الخازن، لكنه لم يصل إلينا مع الأسف. نعم، وقد أراد الأشعري نقض تفسيره، فوضع تفسيره الذي سمي الخازن أو المزن. سنقف هنا ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله بعرض لأهم تفاسير أهل السنة والمعتزلة في هذا العصر. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بهذه النقطة، عرض لأهم تفاسير أهل السنة والمعتزلة في هذا العصر، والحمد لله رب العالمين.